بكم مشاهدينا مرة ثانية، نتواصل معكم في بيت الهنا، والفقرة القادمة هتكون نصيحة طبية. تعالوا نسمع دكتورة إيمان شاه وهي مختصة في أمراض الجلدية، نشوفها تقول لنا يا ترى نصيحة مع بعض. تفضل. أهلا وسهلا في حلقة اليوم من فقرة الجلدية، واليوم حنتكلم عن الأظافر. الأظافر طبعا من الأشياء المهمة خصوصا للنساء كنوع من الجمال، والأظافر طبعا عندها مشاكل برضو كثيرة. الأظافر ممكن من الأمراض بتاعتها تكون حاجات مورثة من الولادة، وممكن أمراض تكون فطريات أو بكتيريا أو فطريات وبكتيريا مع بعض، وممكن تكون لأشياء مثلا إحنا مثلا استخدام المنكير والأسيتون الكثير، وممكن يصل للأمراض للتورمات الحميدة والخبيثة. فبالنسبة للأظافر كعلاج، لو الحاجة أساسا مورثة طبعا ما بيكون في مجال إنها تتعالج حاجة جذرية، لكن لأي التهاب بيكون عندها العلاج بتاعها على حسب الالتهاب، إذا كان فطر إذا كان بكتيريا أو فطر وبكتيريا مع بعض. إذا كان برضو حاجة أي نوع من الورم الحميدة أو الخبيث برضو بندخل بصورة جراحية. بالنسبة للأشياء اللي هي مثلا زي المنوكير والأسيتون والاستخدام الحاجات الكثيرة، بيؤدي إنه الأظافر بتتقشر وبتبقى فاقدة للمعان بتاعها وما بتطول، وبالذات النساء بيزعلوا جدا من الأشياء دي. كمان برضو في بعض الأدوية الواحد لو أخدها بيعمل برضو زي نوع من السواد في الأظافر. بالنسبة للعناية للأظافر اللي بنتكلم عنها، إحنا ممكن نعمل إنه مثلا نجيب الملح ونقطع ليمونة ونشيل حبة من الملح دي بمعلقة ونحصر في فنجان صغير وندعك به الظفر نفسه، وبعدين بعد ما ينشف شوية نجيب فص بتاع تومة، الفص بتاع التوم، ونقطعه كده لأن إحنا محتاجين الموية في التوم، وبنبرد به الظفر زي ما إحنا بنبرد بالمبرد. وبعد ما تنشف بنقوم نجيب زيت الزيتون نشيل منه، ممكن ناخد برضو منه حبة في الفنجان ونستعمله ناخدته في الأظافر كلها، وممكن تنومي بيه لحد التاني يوم. ما نخاف من الريحة بتاعت التوم لأنه الليمون وزيت الزيتون الاثنين بيشيلوا الرائحة بتاعت التوم، وتصحي الصباح تغسليه بيكون جميل جدا جدا وبيساعد على نمو وتقوية الأظافر واللمعان بتاعته. فإحنا عندنا مجال إنه إحنا ممكن نحافظ على أظافرنا، ولو في أي مرض زي ما قلت ده بيتعالج على حسب المرض الموجود. وفي ختام الحلقة الليلة النهاردة اتكلمنا على الأظافر وممكن الأمراض الممكن تجي منها وعلاجها والعناية بالأظافر، وإن شاء الله أشوفكم في الحلقة القادمة ونعود إلى الاستوديو. نشكرك كثير دكتور.